شكراً يا أصدقائي لمساعدتي في حزم حقيبتي. أنا سعيد لأن هذه الرحلة ستكون قصيرة وسأعود قريباً. الأمر يا أصدقائي. حبيبي بلبل، أنت حزين لأنني مسافر؟ أنا أتفهم شعورك، لا بأس في أن تشعر بالحزن، كلنا نشعر بذلك أحيانا، لكنني سأعود قريبا. حسون وريشة، هذا لطف منكما. إنكما تريدان أن يبتهج بلبل وأن تساعداه على الشعور بتحسن. تريدان أن تعرفا ما يمكنكما فعله أيضاً لمساعدة بلبل، لأن محاولتكما لم تنجح. يمر صديقنا جاد بتجربة مماثلة. دعونا نرى ما سيحدث. ازيكم؟ احتفالات العيد حلوة قوي في مصر، يا ريتكم معايا. عن جد علي، سلمى أنا كتير اشتقت لك. وانتوا كمان كلكم وحشتوني. هانت هانت كلها يومين وارجع لكم، ولما ارجع محضرة لكم ألعاب جديدة. سلمى واحنا كمان، بس ترجعي محضرين لك مفاجأة كتير حلوة. صح يا جماعة؟ وأنا جرجور أول ما رح أعرف المفاجأة رح أخبرك. جرجور جرجور، هي مفاجأة، كيف يعني رح تخبرها؟ معزوزة، إذا عرفتي المفاجأة ما تخبري حدا، ماشي؟ هاي مفاجأة. جرجور كلكم بفكر فيكم حتى وأنا مش معاكم، خدوا بالكم من نفسكم لحد ما أرجع وأشوفكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة سلمى. سمعتي سلمى شو حكت؟ عندها ألعاب جديدة، لما ترجع رح نلعبها معها. تمام. مزبوط معزوزة، احنا كمان عم نحتفل بالعيد. عندي فكرة، شو رأيكم نلعب ونحن عم نزين للعيد؟ يلا يلا خلونا كلنا نلعب. تمام. طيب ايش بدنا نلعب؟ عندي فكرة، خلينا نحكي قصص عن الصداقة، بس بشرط يكون كل واحد فينا كلامه غنى، يعني زي هيك. مين قال إنه بدنا فرقة تعزف؟ ما الموسيقى جوانا وحوالينا وكلنا منعرف. دم دي دي دم دي دي دم دي دي دم، أنا ممكن أبدع والصداقة أوصف. حلوة كلمة صداقة. مثل؟ مثل شو؟ الكعكة بشوكولاتة. مثل الكعكة بشوكولاتة. الصداقة أجمل ما فيها مشاعر ذكرياتها. ماما الكعكة بشوكولاتة. كنت هناك أو كنت هون، تمام؟ بعيد كنت أو قريب. أنا عندي أصحاب. عندك أصحاب؟ حتى لو كانوا مسافرين أنا شاعر فيهم وهني شعرين. صاحبي بيسمعني بيفهمني بيدعمني وبيسليني بيعطيني شعور مثل الكعكة بشوكولاتة. بسمة بسمة يا بسمة، ليه ما بتغني معنا؟ تعي غني، انت بتحب الغني صح؟ جد؟ انا بحب اغني، بعرف وكتير بحب
هاي اللعبة بس مو حابة أغني هلأ. طيب ليه؟ أنا كتير اشتقت لسلمى. يومين وسلمى ترجع بالسلامة عنا مثل ما قلك. يومين وسلمى ترجع بالسلامة عنا. يلا بس ما غني معي. يومين وسلمى. أنا عندي شعور قوي. ها؟ أنا حاسة بالحزن جاد. بدي لحظة لحالي. بس ما كتير حزينة. وأنا عن جد مو عارف شو أعمل. تحيا الصداقة. هل لاحظت أن بسمة تبدو حزينة لأن سلمى سافرت وهي تفتقدها؟ حاول جاد مساعدتها وجعلها تشعر بالسعادة، لكن ذلك لم ينجح وبسمة ما زالت حزينة. الآن جاد غير متأكد مما يمكنه فعله للمساعدة. في بعض الأحيان عندما يكون لدي شعور قوي أجد يا أصدقائي أنكم من المفيد أن تمنحوني بعض الراحة والمساحة بدلاً من محاولة تغيير ما أشعر به. أنت على حق. دعونا نرى ما سيحدث مع جاد. جربي كلمة تانية. هيا أحسن. جاد. جاد. شو حبيبي متسلي باللعبة معنا؟ صح. أنا كتير حبيت هاي اللعبة هادي. وأنا. بس هادي. بدي روح أتأكد إنه بسمة صارت أحسن. بس يمكن أحتاج مساعدتك. ليش؟ إيش مالها بسمة؟ إيش في؟ وطبعاً حبيبي أنا دائماً جاهز أساعدك. بسمة كتير مشتاقة لسلمى وحاسة بالحزن. حاولت إني أبسطها وجربت غنيت لها يومين وسلمى بترجع بالسلامة عنا، بس ما مشي الحال. وهلأ أنا مو عارف شو أعمل منشان ساعدها. يمكن أحسن روح شوفها. صح؟ جاد حبيبي كتير لطيف إنك عم تحاول تبسط بسمة. بس بتعرف أحياناً لما يكونوا أصدقائنا حزينين أو عندهم شعور قوي بيكون أحسن نعطيهم شوية مساحة. ها؟ مساحة؟ كيف يعني مساحة؟ يعني نحن مو لازم نغير مشاعرها لبسمة. مساحة يعني لما نعطي أصدقائنا شوية وقت ليتعاملوا مع مشاعرهم ومنخبرهم إنه نحن جاهزين لنساعدهم، وبهيك منكون لطيفين مع غيرنا. تمام. إذا في حدا من أصحابي عنده شعور قوي بستوعب هذا الشي وبسأله دايما شو أسوي. بسأل كيف بقدر أساعد، بتعامل بلطافة وبهتم، كيف ممكن برضو أدعم، طبعا لازم منه أفهم ليتعامل مع شعوره، بعطي وقته مساحة وهيك بكون ساعدته ليهدى ويشعر بالراحة. أنا بقدر أكون لطيف مع بسمة لما أسمع هي شو بدها، وبخليها تعرف إنه أنا دائما موجود إذا هي محتاجتني. بدي لحظة لحالي. تمام. بسمة حكيت لي إنه هي بدها لحظة لحالها، فرح أعطيها الوقت يلي هي بدها إياه. شكرا هادي، شكرا. ولو مبسوط إني قدرت أساعدك. جاد. شوف بسمة. هيك تمام. كتير منيح. ترى هي بحاجة لهاي المساحة. صح صح، وأنا رح أعطيها مساحة ولما تنضم لنا رح أكون موجود. يا عين عليك. تمام. يلا معزوزة عيدي من وراي. كاكب شوكولاتة. لا معزوزة، الطبقة الأعلى. تم 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 تم. تعرف جاد؟ كتر الغنى خلاني أحس بالجوع. يعني جاء بالي إشي بس مو عارف شو هو. كيف يعني؟ ورحت بسمة. أها. نسيت. نسيت؟ بسمة. مرحبا جاد. أهلاً.
بسمة، كيف حاسة هلا؟ لسه بدك مساحة؟ كنت بدي مساحة بس مر وقت صرت أهدى وللعب مع أصحابي مشتاقة. من غيرك كان في شي ناقص أنا هيك كنت حاسس. بعرف كان عندك شعور قوي وطبيعي، بس هلأ بعد ما فهمت ما كان لازم أحاول غير مشاعرك. ومساحة وراحة كصديق كان لازم أعطيكي، بس هلأ جواتي شعور جديد. شعور جديد يعني بطلتي حزينة، أنا هلأ صرت سعيد. بسمة، هاي الريحة مو غريبة علي، شوفي جوا الصحن. عشان احنا كلنا بنغني عنهم وسلمى بتحبهم كتير. بمساعدة تيتا نور عملت اشي زاكي. لأن الصداقة حلوة مثل 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 الكعكة في شوكولاتة. هذا جميل جدا يا أصدقائي الأعزاء، يمكنكما أن تكون لطيفين مع صديقكما بلبل بسؤاله عما يحتاجه وإخباره بأنكما موجودان من أجله عندما يكون مستعدا. أنا فخور جداً بكما لإظهار اللطف لصديقكما ومنحه المساحة التي يحتاجها. أنا واثق من أن بلبلاً سيكون في أيدٍ أمينة وأنكما ستعتنيان به جيداً في أثناء غيابي. أنتم يا رفاق أصدقاء رائعون، إني أحبها يا بلبل. خلونا نتعلم كلمة بلغة الإشارة. لغة الإشارة، اللطف اتجاه الآخرين، اللطف اتجاه الآخرين. حاول مانا، اللطف اتجاه الآخرين. حاول مرة أخرى، اللطف اتجاه الآخرين. وهيك بنكون تعلمنا كلمة بلغة الإشارة. أصوات 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 الحروف، إذا عارف أصوات الحروف ما عارف حاول لنشوف. يلا نشوف أصوات 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 الحروف. أهلاً وسهلاً بكم في برنامج عارف الجواب، معي أنا عارف. اليوم على المتسابقين أن يحزرا الكلمات الثلاثة من خلال ثلاثة ألعاب مختلفة، وعندها سنتمكن من الحصول على المفاجأة في النهاية. ومعنا اليوم هادي وجاد. أهلاً. شكراً شكراً كثير مع زوزة. زوزة اليوم رحبت فينا ترحيب كثير حار، صح جاد؟ صح. جاهزين؟ نحن جاهزين. هادي، نعم، ستكون أنت المتسابق الأول لهذا اليوم. معزوزة، كرمال نشوف أول لعبة، يا ريت تبرميلنا عجلة الألعاب. يلا. أها، لعبة احزر الرسم. هادي، هيا إلى زاوية اللوح السحري. يا سلام. يلا هادي. يلا. حسناً، ستظهر الآن صورة على اللوح السحري، عليك أن تحزر الكلمة التي تمثلها هذه الصورة. هذا رجل لابس بدلة رسمية، أظن شرطي. لا لا لا، ضابط. صحيح صحيح. ضابط ضابط ضا ضابط ضا ضا ضا. وهلأ إجا دور جاد ليحزر الكلمة الثانية. تمام. شو اللعبة؟ شو اللعبة؟ حتى نعرف شو اللعبة يا معزوزة،
إذا بتسمحي اتلفي لنا عجلة الألعاب. أها، لعبة املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. جاد، سوف أقرأ لك جملة من بطاقاتي. تمام. وسيكون عليك أن تكمل هذه الجملة بالكلمة المناسبة. ها؟ يلا. لكي ينمو النبات فإنه يحتاج إلى هواء، ماء، و... النبات هادي بيحتاج لهواء وماء و... مش كمان؟ ضوء؟ عارف عارف، الجواب هو ضوء. ممتاز ممتاز. ضوء 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 ضوء. وهلا جاد وهادي لازم يحذروا اخر كلمه سوا. تمام، مع بعض احنا جاهزين. تمام جاهزين. معزوزه، اذا سمحتي حركي لنا عجله الالعاب. أها، لعبة احذر اللغز. استمعا جيدا إلى هذا اللغز. تمام، نحن مستعدين. هو اسم نطلقه على الطفل عندما يكون صغيرا جدا ولا يمكنه الكلام أو المشي. أنا ما كنت بعرف أمشي لما كنت لما كنت إيش؟ وأنا كمان إيش؟ ما كنت بعرف أمشي أو أحكي لما كنت رضيع. ها؟ عادي. هي هالكلمة. عارف عارف، الجواب هو رضيع. ها؟ صحيح صحيح صحيح. رضيع رضيع ضي رضيع ضي ضي ضي. دعونا الآن نلفظ الكلمات الثلاث التي تعلمناها اليوم لنحصل على المفاجأة. ضابط ضوء ضوء ضي رضيع ضا ضو ضي. ممتاز. وهلأ يا معزوزة إجا وقت المفاجأة. رح نشوف فيديو لمعزوزة وهي رضيعة. استنوا جبت لكم إشي نتسلى عليه واحنا بنحضر الفيديو. يا سلام. عندكم كمان معزوزة. مبروك للكل وبنشوفكم المرة الجاية. وهلا صار وقت مكتشفي المشاعر القوية. اليوم كعكة حاسس بالحزن. مرحبا، نحن اليوم عم نبني بيت للخنافس من صندوق أحذية جاد الأنيق. ورشة ألوان. مبسوطة كتير ومش قادرة استنى ألعب مع لولو ببيتها الجديد. مين هي لولو؟ الخنفسة تبعتنا. حبيت كتير الاسم، اسم حلو كتير. تشرفت بمعرفتك لو. ها؟ وين لولو؟ كانت هون على الورقة من دقيقة. يمكن كانت على هديك الورقة. لا لا، أو يمكن على هاي. لولو؟ لولو جاد، يمكن ضيعنا لولو. متأكد إنها رح ترجع بسمة. بس إذا ما رجعت جاد هيك ما رح نقدر نلعب معها مرة تانية. فهمان عليكي بسمة. منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول إنه في حدا من أصدقائنا حاسس بشعور قوي. شو رأيك بسمة؟ جاهزة اليوم نرد على منبه المشاعر القوية؟ أنا مو مبسوطة إنه ما لقينا لولو، بس في صديق بحاجتنا. عندك مشاعر قوية تقدر تحكي معي. راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج. مشاعر قوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير.
هذا كاكي، وواضح إنه حاسس بشعور قوي كتير، وطبعاً منعرف ليش. أول شي تم نازل لتحت مثل هيك، وكمان عيونه عم يطلعوا لتحت مثل هيك، وكتافه شكلهن تقيل. جاد، خلينا نروح نحكي معه. يلا الحقونا. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شيء طبيعي كتير. أو كاكي، مبين عليك إنك حاسس بشعور قوي كتير. أوه صح، اليوم عيد ميلاد سلحوف. كل عام وأنت بخير سلحوف. شكراً. كتبت لسلحوف أغنية، بس حسيت شكل الأغنية زاكي كتير فرحت أكلتها. وهلأ مو قادر أتذكر الكلمات. جوجو عم تقول إنه لما ما نكون مبسوطين بإشي صار معنا هاد اسمه الحزن. كاكي، أنت حاسس بنفس الشعور اللي كنت حاسة فيه لما ضيعنا لولو. كنت حزين كتير. مين لولو؟ الخنفسة تاعتي. بحزن إنها ضاعت، وأنا حاسس بالحزن كمان. جوجو معها حق، عادي إنه أحياناً حس بمشاعر قوية، لأنه الكل بيحس بالحزن أحياناً. صح. أحياناً لما بكون حزين برسم مشاعري، وهي الطريقة بتساعد. شو رأيكم نجربها؟ أكيد. كنت كتير متحمس أغني لسلحوف أغنيتها الجديدة، بس لما نسيت الكلمات حسيت حالي هيك. كنت كتير حابة إنه لولو تصير الخنفسة تبعتي، بس لما ما قدرت ألاقيها حسيت حالي. آسف لأنك أنت كمان حزينة بسمة. شكراً لإلك جاد، ساعدتني أرسم مشاعري وأطلعها لبرا. حاسس حالي أحسن شوي. أنا كمان، جاد دايماً عنده أفكار حلوة. صح، بتعرفوا شو؟ هذا أعطاني فكرة لأغنية جديدة. سلحوف، أنت جاهزة؟ أنا جاهزة. عندي مشاعر قوية لسلحوف، وبقدر إني أرسمها. سلحوف صديقتي العزيزة، سلحوف عيد ميلاد سعيد. واو، شكراً لك كاكي. عيد ميلاد سعيد سلحوف. بسمة، شايفة اللي أنا شايفه؟ ياه، لولو رجعت. أهلاً فيك ببيتك الجديد يا لولو. لولو، بتحبي تجربي الزحليقة الحلوة تبعيتي؟ مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. اتعلم ترسم معنا، انضم لنا وارسم بنفسك، خطوة خطوة أشكال وخطوط، أعمل شي جديد برسمك. ما تخليهاش بنفسك، بنفسك. اهلا وسهلا بيكم معانا. النهارده هنتعلم ازاي نرسم كتكوت. تقدروا تستعملوا اي لون ورق او قلم عندكم. اول خطوه هنرسم دائره للوجه، وبعدين دائرتين صغيرين داخل الدائره الكبرى للعيون، وفي كمان المنقار. ايوه، هنرسم مثلث صغير تحت العيون بشكل انه احد الزوايا يكون لتحت، وبعدين هنضيف الشعر كده في أعلى الرأس، وحنلون بالأسود دائرتين صغيرين داخل العيون. تمام، بيّن شكل الصوص. أيوة يا جاد، كمان لسه في الحواجب فوق كل عين. يلا يا جاد نلونه. تمام، لونته بلون المفضل، وكده نكون خلصنا. انتوا كمان لونوا وارسموا التفاصيل على ذوقكم. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالرسم معانا على قد ما احنا استمتعنا معاكم.